أستاذة أو معيدة في كلية الطب بجامعة المنوفية، إزاي تموت بالطريقة دي؟ فوجئت تقريبا كده الساعة 9:30 10، لقيت حماتها بتتصل عليا وبتقول لي الحقي بنتك راسها متفششة. قلت لهم في المستشفى بنتي ما تندفنش الا ما اعرف هي ماتت ازاي، وش معنى ماتت في الوقت اللي انا كنت هروح اجيبها فيه. وضعت وفضلت عندي بعد الوضع 10 ايام. روحت الاء، وبعد ما روحت الساعه 2:30 بالليل اللي هو فجر اليوم الثاني، لقيت الاء بتتصل عليا تقول لي يا ماما تعالي خديني، لو سمحتي يا ماما تعالي خديني. قلت لها ان شاء الله يا حبيبتي اصبري ان شاء الله الصبح. فوجئت الصبح حوالي الساعه 8:30 زوجها بيتصل عليا، الاء معاك اهي. نعم يا الاء. قالت لي خلاص يا ماما بلاش تيجي بقى. قلت لها في ايه يا الاء؟ ان شاء الله هاخدك عشان اشوف فيك ايه. خد زوجها منها التليفون وقال لي هتاخدها ازاي وحصلت بينا مشده. ودخلنا في التحقيقات واتهمت كل اللي في البيت، لاني انا ما اعرفش ما شفتش مين اللي عمل كده في الاهل. طبعا كل اللي في البيت عباره عن زوجها وحماها وحماتها واخت زوجها واخو زوجها. أرجو إن حق بنتي تجيلي، ربنا لا يريكم مكروه في عزيز لديكم. ما قدرتش أقول غير إن لله وإنا إليه راجعون والحمد لله، ولكن أنا راضية إن بنتي تموت بس ما تموتش غدرًا.